سيدي توك ليه يا وقت؟ أرنب صدنانة ومناع من عند العين. يا لهوي الوقت سخن مولع محموم، شوفوا كده يا بنداري. اتلاقيه وقت من هوا العين. تعال يا وقت تعال. مش قادر يا بوي، بطني بتوجعني. تعال وريني. الواد مسموم، جرستك حاجة؟ لا يا ابوي. حية عقرب. بقول لك ايه، اعملوا له الخلطة وخليه يشربها وكلفته وينام، حيقوم طيب. والسم هيجي له من وين بس يا بنداري؟ يمكن من الخنجر اللي سرقته انا ومناع من وسط الأسرات وقطعت بيه الأرنب. وريني هاي وريني. ايه دي تسوى شيء وشويات، ولا خنجر الملوك يبقى تسمم الخنجر ده يا بنداري؟ يعني ايه يا عمي، هموت من سم الفراعنة؟ لا حبيبي لا، هتموت من الضرب، عشان اي نوبة تانية تسرق حاجة ما حتشوفك. يلا غور. ما تنزل تاكل ويانا يا حسان، صوتك من الفايش اللي هيسد النفس ده. واكل الفايش ده مزاج عندي. انا بقول ما دمت مسافر الاسوان ومشوارك طويل وكله خضخضه، يبقى لازم تاكل حاجه تقعد ببطنك. لا ده انا مجهزه له واكله حرشه ياكلها طول الطريق. متجهزه له؟ امال مين اللي طبخ طول الليل؟ وهو عيب تطبخ الكبير النجع. لا بس كل حي ياخد حقه. اسمع يا اخوي نصيحه مني عشان ما توجعش قلبي عليك طول غيابك. قول يا وجيده. انت كبيرنا هنا والصغير والكبير يعرف مقامك زين، لكن في البندر وسط الناس ملناش مقام يا اخوي. اقفلي خشمك يا مره، انا مقامي محفوظ في اي مطرح. مرتك معاها حق يا حسان، اول ما تدلع البندر هتلاقي العساكر هناك مترشقين في كل حته، ولو مسكوا فيك اول حاجه يسالوك عنها هي البطاقه، وانت عارف احنا لا معانا ورق ولا بطايق عشان يقولوا احنا مين ولا من فين. ما تاخدني معاك يا ابوي، انا معايا بطاقه. صوره حلوه يا كبير، اسمع كلام الواد وخد وياك. اهو على الاقل واحد منكم يبقى معاه بطاقه عند اللزوم تثبت شخصيته. يا ريت يا ابوي، وانا كمان اعرف حياه البندر واعرف امشي في الشوارع وادلك. جرى يا ولدي، عايز اتحمى فيك؟ العفو يا ابوي، انت بتحميني، انت واخدني معاك كيف اعرف قعده الرجاله وكيف بيتفقوا. فايق عليك النبي تاخده في يدك يا اخوي. اي صوت السلام. خلاص هتيجي معاي عشان كمان توعيني على كلام الخواجات والعبهم، وعشان تبقى كبير. ربنا يخليك لي يا ابوي، ربنا يخليك لي. ويخليك يا ولدي. تفضل يا ريس حسان. تفضل. تفضل يا مناع. السلام عليكم. سلام. اهلا 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 بالراجل السحر. اهلا يا خواجي، اهلا بيك. ازيك يا معلم حسان؟ اهلا بيك يا خواجي. تفضل تفضل. اهلا اهلا. ازيك يا جعران؟ ازيك يا خواجه؟ تفضل اقعد يا معلم. تفضل. اهلا وسهلا. تمام يا ريس حسان، ادينا جبتك لحد الخواجه. ها متشكرين يا جعران. افوتك انا عشان الحق البازار بتاعي. باي يا جعران. باي يا خواجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسان ابنك ده؟ ايوه مناع ولدي، بيدرس ثانوي، بيفكر زين، احسن من ابوه، وان شاء الله هيبقى كبير العيلة. يبقى هو ده راجل المستقبل بتاعنا.
استكبر يا خواجه، انا جاي في كلمه ورد غطاها. انا وصفت بلدكم لصديقي بنيامين. بيني بيني مستر فيمن. صديقي بيني خبير في الزراعه، لما وصفت له بلدكم قال لي انها مكان مثالي يصلح لتجربه بعض انواع البذور اللي هيعمل منها ادويه مهمه جدا وغاليه جدا جدا. تقصد يا خواجه العلاج بالاعشاب؟ احنا عندنا في الجبل علاج بالاعشاب لكل الامراض حتى لو جرسه التعبان. ابنك ده ذكي جدا يا حسان، بس انا يا جماعه مش خبير في الزراعه، اللي اقدر اعمله اني اخدكم اعرفكم على بني. اضمن مالي في يدي الاول، ان شاء الله اروح معاك بعدها الوحد. ده مبلغ كبير يا معلم حسان، هتمشي ازاي بيه وتتحرك بيه في الشارع؟ وانت كيف قاعد هنيه ومعاك المال ده كله؟ انا شايلهم في البنك، بعد ما تقابل بني وتتفق معاه اخدك وننزل على البنك قبل ما تسافر، اسلمك الفلوس فورا. ابوي انا عندي فكره احسن، نروح على البنك نفتح حساب ونحط الفلوس باسمي قبل ما نروح اي مكان. ودي طريقه مضمونه يا ولدي ناخد بيها فلوسنا؟ ايوه يا ابوي، لو الفلوس باسمي هتبقى تحت امري ومحدش هيقدر يصرفها من البنك غيري. خلاص يا خواجه انا موافق على اللي يقوله مناع ولدي. ده انت مش ذكي بس، ده انت هتكون قائد عظيم كمان. ربنا يكفيك يا ولدي شر حسد الخواجات. طب يلا بينا بقى يا جماعه يعني. اعرفكم على صديقي بنتي. اتفضلوا يلا يا معلم. اتفضل يا خواجه. تعال منا تعال يا ولدي. اتفضل. وبعدين معاك يا ناجي، انت هتحرقوا يا تطلع عيني؟ احنا جايين نتصالح ولا جايين نتعارك؟ هملوا يا عبادي هملوا. ناجي طول عمره كده همجي على الفاضي، غاوي النطحه وبس. شوف يا بنداري، اللي عملتوه ده كان غلط، ولولا ان اخوي حسام مخه كبير كانت قامت مضعك او مجزره ما بيننا وما بينكم، ولو انا مطرحه كنت قتلت اللي قتل معه. بتقول ايه انت؟ بتقول ايه؟ تقتل نفر من البندريه؟ جسد نفر ملوش عازه؟ لا له اهل ولا ناس واصلنا؟ ده ماضي في رقبتنا كلها. احنا اهله. اهله كيف؟ اهله كيف؟ بزور اياه. ما دام عاود على النجع وخد كلمة أمان من أخوي يبقى خلاص أصبح مننا وعلينا. وقتل النفس بالسهل يا ريس بنداري، الراجل ما عملش حاجة تستاهل. ده لو كانت قتل عشان الكلمة الهايفة اللي قالها دي. أمال الراجل غرقت في دمه ليه؟ ما تفهمونا يا إخوانا. طيب سامحنا عاد يا ريس بنداري، أنا هتكلم بصراحة عشان نفض المشكل ده. ماضي طلعت منه عيبة كبيرة قوي قوي يستحق عليها القتل. اتهجم على مرض دياب وفي شهود من عيلتك ومن عيلتي. لولا الخوف من الفضيحه انا كنت عملت له محكمه، وكده ولا كده كانوا حكموا عليه بالقتل. انا اللي قلت للرجاله يقتلوه ونخلصوا من موال العفش ده. لو الحكايه دي صح وكلامكم مظبوط يبقى برضك كان لازم تشاوروا كبيرنا مش تنفذوا حكمكم فيه كده. نفذنا وخلصنا، خلصنا يا ناجي. يلا بينا عبادي، انا افتكر ان احنا خايفين منهم. سلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. هيوصلكم ردنا بعد ما يعاود كبرنا للنجع إن شاء الله بالسلامة.